مرحبا بكم. اليوم سنريكم كيفية تحضير قهوة الـ V60. سنبدأ بتنظيف الفلتر بالماء الساخن. أسكب الماء في كل مكان كي يتبلل القمع بأكمله. انشر القهوة المطحونة بطريقة متساوية على الفلتر. أسكب الماء الساخن ذات حرارة 96 سيليزية على الفلتر. أسكبه حتى يصل الميزان إلى 40 جراماً. أبقوا المزيج لـ20 ثانية. هذه العملية تسمى بالبلومينج. من ثم تابعوا سكب الماء حتى الماء 260 جراماً. هذا البن من محمصة ليوا، وهو بن أثيوبيا هامبيلا. أسكب القهوة في كوب، وهكذا قد نكون قمنا بتحضير قهوة الـ V60. شكراً للمشاهدة.